بالنسبه للكواليتي لو اتكلمنا على نفس الفاكتورز، الملي امبير سكند ما بيأثرش على الكواليتي خالص، يعني هي مجرد بس زي ما احنا كنا بنتكلم بيضرب نفس السبيكتروم بيتضرب في فاكتور، يعني الامبليتيود بتاعه بس بيتغير. وبالتالي يعني هنا بنتكلم على الكوانتيتي بتزيد بس الكواليتي تفضل زي ما هي. بالنسبه للكيلو فولت بيك، طبعا احنا بنتكلم ان احنا الاكس راي كواليتي لازم هتتغير، لازم هتزيد، لان احنا الكيلو فولت بيك ده اخر نقطه في السبيكتروم ناحيه اليمين. يعني لو بنتكلم على نقطه النهايه اللي بيوصل فيها السبيكتروم يبقى صفر في الماكسيمم بتاعه، في ماكسيمم انرجي، هي دي نقطه الكي في بي. يعني قيمه الكي في بي بتساوي كام؟ فبيسكلي طبعا كل ما زودنا الكي في بي كل ما الكواليتي بقت اعلى، كل ما الكواليتي بتاعتنا بتنكريز. بالنسبه للكوانتيتي زي ما احنا كنا بنتكلم بتنكريز بالسكوير، يعني بنفس المعدل الزياده بتاع الكي في بي بس سكوير. طبعا الديستانس نفس الحكايه، بس الديستانس هنا ما تاثرناش على الكواليتي، يعني الفوتونز نفسها اللي بتطلع من الاكس راي تيوب لو مشيت مسافه ما بتفرقش معاها الكواليتي، يعني ما بتفرقش في الانرجي بتاعتها، ما بتفرقش معاها في حاجه، فبالتالي الكواليتي مش هتتغير. طبعا زي ما كنا بنتكلم في الانفرس سكوير لو، لانها لما بتمشي مسافه اكبر يبقى معنى كده هيحصل لها ان هي هتتوزع على مساحه اكبر، اوكي، وبالتالي بنتكلم ان هي الكوانتيتي بتاعتها بتزيد. الفلتريشن بالتاكيد اللي بيعمله زي ما احنا كنا قلنا ان هو بيغير في الكوانتيتي، بيخليها طبعا تبقى اقل، بس الكواليتي بتزيد عشان الافريج انرجي اللي موجود عندنا في الفوتونز اللي طالعه بعد الفلتر بقت اعلى. الفلتر زي ما احنا كنا بنتكلم مهمته الاساسيه ان هو يشيل اللو انرجي فوتونز، فبالتالي لما بيشيل اللو انرجي فوتونز الافريج انرجي اللي موجود عندنا في السبيكتروم بتبقى اعلى، وبالتالي الكواليتي بتاعت الاكس راي بيم بتبقى اعلى.